の。でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。ساحرة بتحقق أمنية أي حد يجي لها، بتعمل له الأكل التمام وتقول له فكر في أمنيتك وانت بتاكل، والمفاجأة إن الأمنية فعلا بتتحقق، ولكن بيبقى ليها مقابل وغالي شوية شويتين. الساحرة دي بتظهر في حياة البطلة وهي واحدة بائسة لسه مطرودة من شغلها ظلم، وكمان اتنصب عليها هي ومامتها، واشترت مطعم مش عارفة تشغله أصلا، وكل العمال باعوها ومش يومين عندها، فهي يعني هتموت على أمنية من أمنيات الساحرة الجامدة دي. زارتها في مطعمها وعرضت عليها تأجره منها، والبت ما صدقتش نفسها إن أخيرا مشكلتها اتحلت شوية، بس لقيتها بتقول لها خدي بالك هتبقي موظفة عندي، ويلا اطلبي أمنية بسرعة وأنا هعملها لك. من كتر ما البت بائسة وافقت على عرضها واتمنت تنتقم من اللي نصبت عليها هي ومامتها، وصحيت تاني يوم مش مصدقة ان ده حصل اصلا، بس الصدمة انها لقت الست النصابة ماتت بأزمة قلبية فجأة. فقالت لا 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 يمكن، يعني ازاي، يعني ايه العلاقة؟ وراحت جارية على المطعم تسأل الساحرة ايه اللي حصل. قالت لها ولا حاجة، انا حققت امنيتك. فقالت لها بس انتي كده قتلتيها. قالت لها وانا مالي، انتي اللي تمنيتي. اتصدمت وبقت شايفة نفسها مذنبة، وبقت دايما بتحلم بكوابيس، وما كفهاش كل ده، لأ لقيت الساحرة عاوزة تفتح المطعم وكمان عين الطالب يشتغل معاهم بدوام جزئي. صادف بقى ان الواد ده قابل البطلة صدفة قبل كده، ويعتبر كانت بتحميه من التنمر هو وصاحبه، فهو شايلها لها جميلة يعني، وفرح قوي لما عرف انه هيشتغل معاها. اما هي ما فرحتش، دي ما كانتش موافقة اصلا انه يشتغل، ده لسه طالب بيدرس وقت الشغل متأخر. ولكن لا حياة لمن تنادي، والساحرة طنشتها عادي جدا، وكمان راحت محققة للطالب ده امنيته، وبدأت من بعدها تستقبل زباين وتحقق لهم امنياتهم وتاخد تمنها. مرة تطمع في صباعين كده من ايد الراجل ده، مرة تاخد صوت البنت الحلوة دي مقابل امنيتها ما بتنصبش ولا حاجة، لحد ما في مرة البطلة طمعت وكلت بواقي اكل كانت عاملاه الساحرة لبنت عايزة حبيبها يرجع لها. البت بقى قعدت تاكل بواقي الاكل وتاكل وتاكل، ومش هممها تحذير الساحرة انه غلط تاكل من اكلاتها. ومن بعد ما كلت بدأت تقابل كاتب مشهور جدا والكل بيحبه خاصة الستات، ولكن بشكل مفاجئ حب البطلة ولزق لها لزقة سودة، وهي كان على قلبها زي العسل، وحبته وتعلقت بيه بسرعة جدا، وكان بدأ يحسن حياتها ومزاجها، لحد ما زهقت من الشغل بصراحة، لأنها بتشوف الناس بيدفعوا غالي قوي مقابل أمنيتهم، زي الست دي مثلا لما فقدت ذكرياتها كلها مقابل بس إن ابنها يتجوز وتطمن عليه. فلما البنت شافتها مش قادرة تتعرف على ابنها حتى، صعبت عليها قوي واستقالت من الشغل، وراحت تعتذر للست ان هي السبب في ذكرياتها اللي راحت. فقالت لها طب ده الحمد لله ان اخيرا يعني ابني هيتجوز، انا فرحانه له قوي ومش ندمانه الصراحه، وحتى عزمتها على فرح ابنها. وهنا اتاكدت البطله من كلام الساحره ان عمرها ما هتقدر تفهم معنى السعاده لكل واحد في حياته ايه، فرجعت لشغل من تاني، وكمان خدت الواد الطالب ده معاها في الفرح لان حبيبها مش فاضي، ده على حسب كلامه يعني. ولكن المفاجأة لقت حبيبها في قاعة احتفال بيحتفل بعيد ميلاد بنته مع مراته، معلش اصل جت فجأة. طبعا اتصدمت، بس اللي فرح قوي هو الواد ده لانه ما كانش مرتاح له من الاول، وشاف كمان بالليل البجح ده في بيت البطلة بيحاول يقتلها او يعتدي عليها، ايهما اقرب ما تفهموش، او اي تخلف خلاص. فلولا الواد ده اتدخل كانت البت راحت فيها. والبجح قال للظابط يا باشا انا واحد بتخانق مع حبيبتي خناقه عاديه، فجاه لقيت الواد ده بيهجم عليا. فالبت كدبته وقالت له ولا حبيبي ولا نيله ولا اعرفه، وكان معاها دليل كمان ان هو هددها، بس ما رضيتش ترفع عليه قضيه، كان عقلها مشغول بحالتها الغريبه. فهي بقت تقرا كتب السحر وتطبخ كمان اكلات زي الساحره بالظبط، وشكلها كده هتتحول لساحره ولا ايه. فسالت مساعد الساحره عن اللي بيحصل لها ده، قال لها دوري كويس في ذكرياتك القديمه وهتفهمي كل حاجة. كلمت البنت مامتها اللي كانت طول الفترة دي بتهتم بباباها في المستشفى، وطلبت تقابلها. فقالت لها احنا خرجنا يا بنتي من المستشفى خلاص، وروحنا على بيتنا القديم، تعالي على هناك. اول ما وصلت قالت لمامتها انها فاكرة كل حاجة لما مرة تاهت منها في الغابة وقابلت الساحرة دي، وكمان فاكرة انها سمعت جارتهم بتقول انها مش بنتها الحقيقية اصلا. مامتها اتصدمت انها عارفة الحقيقة من زمان، ولقيتها كمان بتعتذر لها عن خيانة باباها ليها، وراحت على الساحرة وندهيت لها ماما. يا للهول. وجسوت طلعت مامتها الساحرة اصلا. تقولوا لي ازاي؟ اقول لكم الساحرة دي كانت بنت عادية جدا، انسانة عادي زينا، اعجبت بالامور ده وحبته، وهو كمان حبها على حد علمي يعني،
وارتبطوا فترة طويلة وبنت كل أحلامها على حبها للواد ده وأملها كان فيه، لحد ما بالصدفة اكتشفت انه متجوز اساسا. ايه جدعان الرجالة دي؟ من قهرتها راحت لمامتها اللي كانت ساحرة وقتها وطلبت منها تحقق لها امنيتها، وكانت ان طفل الراجل الخاين ده يعيش نفس معاناتها، وده كان الانتقام من وجهة نظرها وقتها. بس المصيبة انها كانت حامل اصلا في الطفل من الراجل ده، فمعنى كده اللي اتلعن وهيتعذب في حياته طفلها اللي جاي. راحت تترجى مامتها تلغي اللعنة، قالت لها لا يمكن ده يحصل، وطفلتك لما تتولد ما ينفعش تكون معاكي ابدا. فبعد ما خلفت الطفلة راحت ادتها لمرات حبيبها الخاين تربيها عندها، اللي هي مامة البطلة يعني دلوقتي اللي ربتها. وبكده البنت اتأكدت انها لما قابلت الراجل الخاين ما كانتش صدفة، لا دي كانت اللعنة اللي اتلعنت بيها من قبل ما تتولد حتى. ولكن الحقيقة دي ما شافتش غلها، وقالت لمامتها الساحرة انها عايزة تتمنى من تاني، ودخلت المطبخ وعملت اكل لنفسها، واتمنت للراجل اللي خانها ده انه يحس بالذنب دايما وضميره يأنبه كده ويصحى بقى. وفعلا ده حصل، بالذات لما كشف عيلته للإعلام، كان خايف دايما كده من ماضيه لحد يكتشفه ولا حاجة. وكمان اتمنت لعيلتها يلاقوا السعادة، وده فعلا حصل. يعني هنلاقي هنا مثلا هي والواد اللي في ثانوي ومامتها الساحرة وكمان مامتها اللي ربتها ومساعد الساحرة سوا، كلهم بياكلوا ومنسجمين قوي مع بعض. وبكده يكون مطعم الساحرة غير حياة البطلة للأحسن كتير. أما بقى بالنسبة للبطل، فهو في الأول كان واحد عايز ينتحر بسبب التنمر والحياة الصعبة بعد موت مامته، وخرج كمان من المدرسة. بس بعدين لما دخل مطعم الساحرة وحياته اتغيرت، قدم في اختبارات القبول للجامعة وشكله كده هيدخل الجامعة ويحقق حلم بابا ومامته أخيرا. ومش بس كده، ده كمان حياة صاحبه اللي كان بيعاني من التنمر برضو اتحسنت، وهيقدم للجامعة هو كمان. فالصدفة اللي خلته يدخل مطعم الساحرة غيرت له حياته البائسة لحياة مليانة بهجة، وابتسامته بقت على طول من الودن للودن، ما شاء الله يعني ابتسامته جبارة. بعد كل الليلة دي بقى سافرت الساحرة هي والمساعد بتاعها وسابت المطعم للساحرة الجديدة واللي هتكون البطلة، واكيد المساعد بتاعها البطل مش محتاجه فكوكة يعني. اللي فاجئني ان مصير البطل كان متحدد من البدايه من الساحره برضو، لان قبل كده مامته قبل ما تموت راحت للساحره واتمنت لابنها يعيش بسعاده بعد موتها، وواضح كده ان سعادته يفضل جنب البطله. الدراما عجبتني جدا وهعيدها تاني وتالت ورابع، لاني بصراحه بحب كل الابطال، وعجباني ان هي خياليه كده ومايله للغموض شويه وحاجه كده دراميه برضو مؤثره. ولكن حبيت ألفت نظركم لحاجة كده، وهي بصراحة تلقيح مباشر على الأيدولز وعلى الممثلين اللي تم اكتشاف إن هما كانوا متنمرين في الماضي. لما كان البطل بعد ما حياته اتغيرت وبقى أحسن، وبعد ما صاحبه برضو حياته اتغيرت وبقى أحسن، البطل سأل صاحبه عن الولد المتنمر اللي كان بيتنمر عليهم وبيضايق معظم اللي كانوا في المدرسة. قال له ده اتشهر وفي وكالة كمان مضت معاه، ولكن طلع واحد في المدرسة وقال ده متنمر وكان بيتنمر علينا كلنا، وراح فتحه في كل حتة، فالوكالة لغت العقد وكمان اتفضح، فخلاص بقى اتنبذ من المجتمع وقرر ان هو يسافر برا البلد. لحد هنا تمام. البطل بقى قال له ايه؟ دي اقل حاجة يستحقها. وده يبين لنا وجهة نظر المجتمع الكوري عموما للايدولز المتنمرين او اللي كانوا متنمرين في الماضي، اللي سبتت عليهم التهمة مش مجرد اشاعات. اوكي، فعشان بس بعض الناس بيجوا يقولوا لك ايه، ما الايدول ده كان صغير وقتها وما كانش واعي وما كانش وما كانش وما كانش. تمام، ما كانش واعي، بس الضحايا برضو ما كانوش واعيين. يعني انت في الدراما دي الولد البطل وصاحبه كانوا هينتحروا بسبب المتنمر ده، فعادي كان ممكن ينجحوا ويموتوا بسبب ان الايدول بتاع حضرتك ما كانش واعي، بس مش اكتر. فالفكرة بس ان انتوا بتتكلموا عن الايدول بتاعكم ان هو تعب في سنين تدريب ومش عارف ايه وبتاع، فانتوا خايفين على مستقبله اللي هيضيع، ولكن عادي الضحايا يلعبوا بجاز عادي جدا. حد هنا احنا خلصنا الفيديو بتاعنا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك وتعملوا سبسكرايب في القناة اللي هو اشتراك يعني، وتفعلوا جرس الاشعارات، ولو عندكم تيك توك تابعوني عليه، وكمان تابعوني انستجرام. باي.